التشرد اولا نلقوه في المدن الكبرى، في المدن يعني الصغر المتوسطه ما ثماش تشرد. التشرد يعني ظاهره يعني اجتماعيه مرتبطه اساسا بالفقر ولا توازن داخل العائله والاسره، فئات عمريه مختلفه كما نجدوا كبار السن تلقاه متشردين يطلبوا ويباتوا في الاماكن يعني في الشوارع. ظهر التشرد عندها يعني انعكاسات سلبيه على خاصة صغار السن، يمكن للدولة أن تتدخل لحل هذه هذا يعني السلوكيات الخطيرة. مرحبا بكم. نحكي اليوم على ظاهرة التشرد، أعطينا رأيك فيها، شنو أسبابها؟ هو التشرد أولا نلقوه في المدن الكبرى، في المدن يعني الصغر المتوسطة ما ثماش تشرد. التشرد يعني ظاهرة يعني اجتماعية مرتبطة أساسا بالفقر ولا توازن داخل العائلة والأسرة، والتشرد يشمل يعني فئات عمرية مختلفة كما نجدوا كبار السن تلقاه متشردين يطلبوا ويباتوا في الأماكن يعني في الشوارع ويباتوا تحت يعني القناطر وفي العمارات، كما نجدوا أطفال صغار يعني وخاصة في فصل الصيف التشرد يعني يولي أكثر بحكم أنه المدن يعني تولي تسهر لآخر وقت. الطفل يعني يلقى روحه أوبليجي باش يسهر، ثم في آخر الوقت يعني تلقاه راقد قدام عمارة ولا في باب عمارة واحد. ظهر التشرد عندها يعني انعكاسات سلبية على خاصة صغار السن، يتم استغلالهم في عديد يعني السلوكيات الخطيرة. في اليوم نقروا في الإعلام أنه الأطفال الصغار يعني قاعدين آخرهم قاعدين يجمعوا في حشرات مضرة بصحتهم، كيف أنهم يعني يشتغلوا في مهن لا يعني لا تتجاوب مع حتى هيكلتهم الصحية والبدنية. هذه يعني التشرد بصفة عامة. نلاحظوا في المدن الكبرى التشرد يعني يهم الذكور أكثر من الإناث، الإناث ما ثماش تشرد، ربما تكون يعني العائلة أكثر حزم وأكثر يعني إحاطة. يعني في العموم التشرد هو ظاهرة سلبية، يمكن للدولة أن تتدخل لحل هذه هذا يعني السلوكيات الخطيرة يعني توفير مراكز إيواء لكل المتشردين بإحاطة بهم، بتمكينهم من منح ربما لمقاومة يعني كل يعني طلباتهم وتوفير يعني حاجياتهم. شنو حسب رأيك يخلي الصغير يخرج من دارهم ويختار الشارع؟ هو يعني التفكك الأسري، يعني كثرة يعني الخصام ما بين داخل العائلة، ربما يعني العدد الأطفال يعني يكون مرتفع داخل العائلة يخلي يعني واحد يعني يتشرد، طلباته غير ملبات، يعني نسبة الفقر يعني مرتفعة يعني تجاوزت حتى 20%، تخلي الطفل يعني يتشرد ويبحث ربما عن بديل ليه داخل خارج الأسرة.